يا معدل بالي يا باشا. يا باشا سطرك. اهلا اهلا. عامل ايه الاستاذ فوزي؟ ابو تسنيم. ابو تسنيم. ابو تسنيم حبيبي. تمام ابو تسنيم والنسيم هل علينا يا عم عبد الرحيم. عامل ايه؟ احلى باشا. عايز احلى دان والنبي. احلى دان يا باشا. احلى دان ليك. طب بص ممكن تقعد بس عشان في واحد جاي قبلك. ده انا ورايا فرح والعروسه مستنياني. طب معلش العروسه. معلش انت العروسة. انت تستحملني يا باشا. انا هستحملك. هي تستحملني ازاي؟ مش عايز ازعلها يا باشا. انا هستحملك. مش هينفع. طب اديني فرصه اتكلم. وانت اديك اللي انت عايزه. هديك اللي انت عايزه. الضعف تلاتة. طب بس عايز احلق. ما مش اصول. والنبي انجزني. مش اصول. لو كلنا عملنا كده الدنيا خربت. مش بالاصول كده. طب ازاي؟ طيب تاخد دورك يا بيه. انا هديك اللي العروسه على دماغي وهنيجي الفرح ونتعشى كلنا. مين اللي هيحلق؟ مين اللي هيحلق؟ الاستاذ احمد. بعد اذنك يا عم. الاستاذ احمد رايح شغل بلد اللي عماله تخرب. معلش معلش. هو مش هياخد حاجه. هو مش هياخد حاجه. عم مرزوق مش فاضي. مش هياخد حاجه. هاني ما فاضي. تعالى تعالى. مش هياخد حاجه. معلش. طب قوم يا رب نخلص. هو انت هو الشغل يكتر مره واحده يخيف في رجله مره واحده. ورايا شغل انا الساعه 9:30. ماشي يا باشا. انت عايز تظبط كده بس كده يعني؟ اه ماشي يا باشا. لا يا باشا والله نورك. ولا فوطه ولا حاجه يا باشا. احنا نختلف نختلف على الاخرون يا باشا. ما تقلقش من اي حاجه. اهلا. ايه يا انا في ايه؟ مرزوق بيقول لك ابويا عايز يحلق القعش بتاعته دلوقتي عشان بيقلبها. طيب عم حسنين عايز يحلق القعش دلوقتي عشان جاي لها بيعه؟ اه. طيب يا ابني ما يجراش حاجه. قال نص ساعه كده بالظبط هجيب لكم العده وهاجي. بس قول له عم مرزوق يا عم حسنين بيمس عليك وبيقول لك بس يخلص القحش اللي تحت ايده وهيجي لك على طول بعد نص ساعه. ماشي؟ لا مش بالظبط قوي كده. انا بقول كده يا عم مرزوق ينفع؟ خلاص ما يجراش حاجه يا عم. ما يجراش حاجه. ازاي يا عم مرزوق ما طلع على كرته اللي انا جحش؟ انا اسف يابا. انا اسف. خلاص ما يجراش حاجه. خلاص روح يا ابني قول لابوك. يا ابني قول لابوك هو جاي لك بعد نص ساعه. يلا يا عم مرزوق وخليه يجهز الغدا. يلا مش عيب يا عم مرزوق. انا بقول كده قدام الواد بس عشان ما بقاش احسن. غلط يا عم ولا عم مرزوق. انا بعمل كده يعني حاجه عمل اضافي جنب العمل بتاعي. بحلق ليه؟ طب ما تحصلش منك تاني يا عم. حمار حمرتين جحشه جحشتين والعمليه بقى. خلاص يا عم انا اسف. انا اسف بضحك معاك. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت يا هندسه؟ ايه؟ خلصت ولا لسه؟ بقول لك يلا. حلو كده حلو كده حلو كده. يلا حلو كده. يلا ماشي. في رعايه الله يا باشا. وشك فار لا تنكه بدري قافله مرزوق. ما حظ حظ. اقعد يا باشا. يا باشا عامل ايه؟ احلى وما كملتش. انا جحش مش جحش ينفع ايه بس يا عم مرزوق؟ لا 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 بضحك معاك. ما قلتش جحش ولا حاجه. معلش يقول لي الواحد جاب له مش عارف ابو عصير ولا ايه. لا مؤاخذه بضحك معاك. الله يصلح حالك يا عموس. الله يصلح حالك يا ابو. الله يصلح حالك. بضحك معاك. الله يصلح حالك يا باشا. يلا يا عم. طب انت هتمشي يعني؟ ايوه هيمشي هيمشي. هتمشي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي يا عم احمد. انا بقلنا عليك انا وقت. الشعر هنا مش هنا. في بس يا عم. ماشي ما جراش حاجه. صح خلاص ماشي ماشي. لا ماشي. لو زعلتك حقك علينا برضه. عمك مرزوق يعني ايه؟ بيحاول يجرأ قلبه كده. عايز انا اجيبهولك. لا لا انا 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 عايز بس انا عايز بس هالتليفون ارن على البيت دلوقتي حالا بس. ليه في ايه؟ معلش هطمن بس. مش هتقرب مني. انت اللي هتحلقني. الجاموسه بتولد فطار. انت اللي هتحلقني. احنا هنا دلوقتي. جاموسه بقرا. انت اللي هتحلقني. حاضر. باذن حضرتك كلم الراجل بتاعي بادب. احلى باشا احلى باشا قاعد منورنا. بس بعد اذنك يا باشا نزل رجلك يا باشا. مش بتاعتك يا رجلك تعبان. وين الراجل؟ لسه حاج مرزوق. انا لسه هحلق له. لسه هحلق. تمام. صل على النبي يا عم مرزوق. صل وسلم. اول هام الحلاقه ديت خبره. لا بس الله. الحلاقه ديت انا مش بحرجك. الحلاقه ديت خبره ودماغ. أوه. قبل ما تفكر تخش على شغلانه لازم يكون انت حاببها وفي نيه اللي انت تبقى صنايعي. فعود نفسك. انا شكلي انا شكلي اتسرعت يا عم. عود نفسك ما تخشش مجال مش مجالك. انا بقى انت كاخ كبير وبعلمك. ربنا يخليك عمو. انت يعني لا مؤاخذه انت جاي من شغل غير شغل. ربنا يخليك عمو. انا فانا بقى. لا بس الله ينور حبيبي. وطبعا يا جماعه طبعا يا جماعه زي ما انت شفتوا دي كانت الرساله بتاعتنا النهارده. ان ما ينفعش تشتغل شغل مش شغلك. لازم تحب عملك عشان تقدر تنتج فيه. صح. ما ينفعش تشتغل حاجه انت مش حاببها. صح. زي اللي عامل يعني عايز يفتح مشروع معاه المبلغ فيقول لك ايه انا يا ترى هفتح مشروع. لا انت بتعرف تعمل ايه. فلازم يا جماعه انت بتعرف تعمل ايه عشان تقدر تنتج فيه. وطبعا زي ما شفنا لازم بص يعني الحلاقه ديت فن وخبره. لازم قبل ما تتعلم الحلاقه حضرتك لازم بدماغك بتقرا الشغل اللي قدامك وبتقرا الزبون اللي داخل عليه. تمام. فانا عايز اوصل لك معلومه. تمام. فمش كل واحد مش مجاله يخش فيه. كل واحد ربنا محلله مهنته وكل واحد ربنا كاتب له لقمه عيش في شغلانته. ربنا يخليك. اللي نقدر نقوله
سيب كل حاجه لصاحبها، سيب العيش لخبازه زي ما بيقولوا، سيب المال أيوة. للمال بس. طبعا يا جماعه كنا النهارده في ضيافه موس في المحل بتاع المتواضع بتاعه حبيب. وابو تسنيم برضه كان شرفنا معانا، وعلي الروبي طبعا اللي هو القائم على التصوير اللي تعب معانا، حضرتك عمارت حبايبنا اللي ورا برضه. تعالى تعالى يا نانا طبعا خلاص يا عم انا بنتكلم المشاهد خلاص على عم محمود والناس دي طبعا كانت معانا، والاستاذ محمود طبعا كان منورنا. طبعا يا جماعه دي كانت رساله بس النهارده كنا بنحاول نوصلها ليكم، والهدف بسيط يعني، والشباب دول كانوا منورينا برده النهارده. تسلم يا عمو. طبعا بعد ما خلص معاك اروح على الجحش عند الراجل. عسل يا حبيبي. حبيبي ربنا يخليك. اي حد دماغه في حاجه باذن الله، اي حد ربنا يخليك حبيبي، ربنا يخليك. احنا متشكرين جدا يا جماعه، متشكرين. ومعانا الاستاذ وليد فيليكس، اقسم بالله فنان، ربنا يخلي لنا وما احرمنا منه، ربنا واحلى مسا على احلى رجاله في الدنيا. ربنا يخليك. السلام عليكم.